الدوري. الفوز كان لصالح بيراميدز في اربع مباريات، والفوز لطلع الجيش. نشوف ابراهيم عادل بالعرض، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. رمضان صبحي يهيئها، محمود وادي، والهدف الاول لصالح نادي بيراميدز. اتاخر في التسديد، استنى رمضان يسدد، قال له انا بصلحها لك يا وادي، والهدف ثلاثي من ابراهيم عادل لرمضان صبحي. ادي الكوره اتلعبت حلوه، خطا دفاعي، ياخدها ابراهيم عادل، كمل محمود وادي، ابراهيم عادل يلعب العرضيه لرمضان صبحي يصلحها على الواسع. الاثنين يتعزموا لمده ثانيه، الاثنين يتعزموا على بعض لمدة ثانية، لكن في الأخير بحجلة كده للاعب محمود وادي، حجل برجله، استنى إن رمضان هو اللي يسدد ولا ما يسددش. تترد الكورة مرة تانية، لكن محمود وادي خلصها في الشبكة بهدف أول لصالح نادي بيراميدز. فكرتنا بلقاء منتخبنا في كأس العرب وكورة مصطفى فتحي ومروان حمدي، اللي خدها مصطفى فتحي من قدام رمضان حمدي، مروان حمدي. النقطة 13، إبراهيم عادل وش رجله الخارجي، يا ولد يا ولد يا ولد على السيست، يا ولد على الفينش، في ظل غفلة من دفاع نادي طلائع الجيش. علي جبر يسجل هدف تاني ليه أيضا، بعد ما كان سجل علي جبر النجم الكبير، النجم الكبير بالقدم اليمنى، سجل امام ايسترن كومباني من راسيه، المره دي في سقف الشبكه من علي جبر القائد لصالح نادي بيراميدز، يسجل هدف ثاني. اتفرج 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 ومتع نفسك بالاسيست من ابراهيم عادل. يا ولد يا ولد يا ولد للصبح، يا ولد للصبح، بوش رجله الخارجي، حاجه من اللي بتعجب الجمهور. عرضيه حلوه حلوه حلوه، عدت من الاول لكن ما تعديش من الكابتن علي جبر، ويسجل هدف ثاني لصالح نادي بيراميدز. في ثلاث دقائق نادي بيراميدز يتفوق بهدفين، وفرحة كبيرة عند محمد أنور، السبعة، التامنة لمحمد بسام. عالية الكرة لمين؟ لرمضان صبحي، ياخدها رمضان، رمضان 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 رمضان. وادي 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 وادي، واسيست تاني من رمضان، اسيست تاني من رمضان، لكن الجملة من اولها من مين؟ من محمد بسام. محمد بسام نادي يقطع مشوار كبير. ادي الكورة، وادي رمضان، ادي واحدة، ادي الترقيصة بالمساحة، ورمضان صبحي يضغط عليه من واحد والتاني، يهيئها لمحمود وادي. ما عندوش أي مشكلة، ما عندوش أي مشكلة لو أي ناشئ من نادي بيراميدز يحط كرة زي دي ببطن رجله، لكن محمود وادي هداف كبير، لعيب كبير، ورمضان صبحي اداها له على طبق مقشره بهدف ثالث في اللقاء، وثالث ايضا لوادي اللاعب الهداف. هداف سيبك انت، محمود وادي هداف، ويسجل ثالث اهدافه مع نادي بيراميدز وثالث اهداف اللقاء.